الاستعمار الطبي وتجميع وتخزين المعلومات والمعطيات العلمية والتقنية اللازمة لإدماج القنب الهندي في النسيج السوسيو اقتصادي. اليوم القنب الهندي باعتراف دولي أصبح مرخصا له في مجموعة في تقريبا 51 دولة، والمغرب واحد من هذه الدول، وله مزايا عدة في الاستعمال الطبي والصناعي والتجميلي. وكذلك لاحظنا بأن المشاركين في هذه الندوة وسجلوها بكل اعتزاز هم متنوعو التخصصات، بحيث هناك الطب والصيدلة والبيولوجيا والكيمياء وعلم الاجتماع والتاريخ وكل التخصصات التي لها علاقة مباشرة بهذه النبتة. أعتقد كما ترون أن الحضور حضور متميز ونوعي، والناس الطلبة والأساتذة والمهتمين والباحثين لهم رغبة كبيرة في معرفة هذا القانون وفي معرفة مقتضياته وفي معرفة مدى الحرص على تطور وتطبيق الجيد لهذا القانون في المنطقة، خاصة في الشاون وتونات والحسيمة. وأتمنى كما ستصدر عن هذه الندوة توصيات متعددة، أتمنى أن نعامل في تطبيق هذا القانون بمنطق العهد الجديد بكل ما تقتضي الكلمة من معنى. اليوم عندنا واحد الفرصة مهمة جدا باش نتكلموا على تصنيع ديال القنب الهندي في المغرب. كتعرفوا بأن هذاك التصنيع الناس كانوا كيفلحوا فيه، وكانوا كيبيعوه يعني بطريقة غير قانونية، وكانوا عايشين في واحد القهر، لأن الناس اللي كيستافدوا هما الناس اللي كيبيعوا ويشتروا في المخدرات. لكن بفضل هذه السياسة الراشدة صاحب الجلالة، هاد الناس غادي يخرجوا من واحد يعني واحد المعيشة اللي كان مخبية، عيشة إن شاء الله اللي تكون أحسن. بالنسبة لنا حنا كاين فرص شغل مهمة جدا غادي تتكون بهذا بالنسبة للتصنيع ديال القنب الهندي، لأن غادي نحولوه من نبات إلى مواد أولية اللي غتمكننا باش نصنعوا أدوية. هاد الأدوية مهمة جدا غتستعمل في السوق المغربي وخارج المغرب، يعني ممكن لنا باش نديروا ابتكارات في ميدان ديال الطب وتصنيع الدواء، لأن غنخرجوا أدوية غتستعمل في الأونكولوجيا، في النورولوجيا مثلا كتستعمل في الحريق، في لا دولور ديال كونتر الكونسير، تستعمل في مرضي باركنسون، تستعمل سكلوزون بلاك، وعدة استعمالات في الأدوية، وممكن تستعمل أيضا في مثلا في كوسميتيك. يعني غتكون فرص الشغل، غتكون عيشة مهمة، مدخل ممتاز للناس الفلاحة اللي عايشة في البلاد، وتكوين مناصب الشغل، التحويل وتصنيع وتصدير الدواء من القنب الهندي. تعرفوا بأن القنب الهندي في المغرب هذيك البلدية هي مهمة جدا، يعني عندها واحد القيمة ممتازة، لازم نحافظوا عليها ونحولوها ونطوروها إن شاء الله. كانت أظن في شهر يوليوز قانون ديال تقنية القنب الهندي الطبي والصناعي، قانون 1321، ولكن كنتعطل شوية في المراسيم، لأن ولكن كيتطلب الوقت كبير باش يكون هناك تنزيل هذوك المراسيم. المراسيم الحمد لله دابا الأغلبية فيها نزلت، وخاصة تعيين المدير ديال الوكالة اللي هو اللي كيتكلف جميع التراخيص، والحمد لله كنظن دابا خص التفعيل على الأرض هذا القانون، وكيبان لي انطلاق راه بدات. نحن متفائلين ان شاء الله، ومرحبا بكم باش تتبعوا معنا هذه اليومين ان شاء الله، وشكرا على حضوركم.